إننا اليوم بتوقيعنا سويا هذا الاتفاقية نكون قد خطونا خطوة هامة على صعيد إرساء تعاون بناء مع الشريك الأمريكي شيفرون من أجل تطوير القدرات الطاقوية لبلادنا منظور التنمية المستدامة. ذلك أن هذه الاتفاقية التي وقعناها اليوم تشكل الإطار الملائم الذي سيحكم مستقبلاً مسار مباحثاتنا المشتركة، إذ يعد بمثابة المنصة التي سيلتئم فيها النقاش حول الفرص والإمكانيات المتاحة فعلياً لتطوير الموارد من المحروقات في المناطق ذات الاهتمام المشترك التي جرى تحديدها على مستوى كل من حوضي أحنات وبركين.